رجعنا سريعا ولسه مكملين معاكم فقراتنا في كلام في الميديا، وكالعاده بنبتدي معاكم وبنشوف الجرايد قالت ايه عن النادي الاهلي النهارده. الاهلي يخوض نيران الرئيس اليوم استعدادا لنهائي دوري ابطال افريقيا، كارتيرون للاعبين، كتاب التاريخ مفتوح ليكم، انسوا افضليه الذهاب والعبوا لجماهيركم. المسا كارتيرون يفاضل بين مروان وصلاح في النهائي، الحلم الفرنسي يجري تعديلات في طريقة اللعب أمام الترجي للعودة بالكأس الأفريقية. الوفد الجهاز الفاضل بين الثنائي محسن لقيادة الهجوم، والخطيب يفرض حظر إعلامي على اللاعبين. المصري اليوم كارتيرون يجهز مروان لتعويض غياب المهاجم المغربي. الأخبار محمد يوسف جاهزون للعودة بالأميرة السمراء. الأخبار الأهلي يحتج على قرارات الكاف ويجهز صلاح لقيادة الهجوم، إجراءات أمنية مشددة للبعثة في تونس، وكارتيرون يشحن بطاريات اللاعبين. المسا الجبلية والأهلي إيد واحدة اتفقا على رفض عقوبات الكاف وتقديم احتجاج عاجل، وأبو ريدة يؤازر الفريق في تونس. الأخبار أبو ريدة يحضر لقاء التتويج، اتحاد الكرة يعلن دعمه الكامل لبطل مصر في خطاب رسمي للاتحاد الأفريقي. اليوم السابع الأهلي يطالب لاعبيه بتجنب الاستفزازات في تونس، غير مسبوق لملعب رادس، كارتيرون يستقر على تشكيل مواجهة الترجي، والسفير يوجه رسالة للجماهير الحمراء.